صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. نحن حاليا متواجدين بحديقة تشرين لنرصد فعاليات معرض المرأة الريفية اللي بيدعم كل مشروع ريفي لسيدة سورية. هون مجتمع أكثر من 300 سيدة سورية من جميع المحافظات. عم نشوف ضمن الأقسام منتجات يدوية وتقليدية بتتميز فيها السيدة السورية، بجواري منتجات خشبية. بدنا نتعرف بداية حضرتك من وين وتحكي لنا عن الحرفة اللي موجودة؟ الحرفة خشب، ونحن تابعين لتنمية المرأة الريفية ومنسوق من خلال الحرفيين اليدوية. وأهلا وسهلا فيك. طيب عم نشوف منتجات متعددة حاليا، يمكن الكاميرا قادرة تفرجينا هاي المنتجات. طيارة من الخشب، وعندك هيك كاس للشرب، عندك مسبحة بالبيوت أكيد. عندك هيدا في إقبال على هذا الشيء؟ أكيد في إقبال الحمد لله، والناس كتير حابته. عم يتاخذوا أكثر شيء للزينة للبيوت؟ زينة أكيد، وفي أشياء على الاستعمال اليومي. استعمال عندك مثلا سكرية، مضيفة ملبس، نفاضة، عندك أراجيل للاستعمال. كله هذا يعتبر ضمن الاستعمال؟ الاستعمال أكيد، كاسة متة كله. طيب بدي أتشكرك وموفقين. شكرا كتير لكم. شكرا لك. وكمان رح نشوف أيضا مشروع التصنيع الغذائي الغاب، يعني مثل ما عم نشوف غذائيات متنوعة، يمكن هي من منونة البيت السوري. كمان عم نشوف الصابون، وكمان مشروع منتجات الحبوب. يسعد صباحك، كيفك؟ سهلا. عارفيني حضرتك من وين وشو المشروع اللي مشاركين؟ المهندسة سراب بشارة، رئيس قسم تنمية المرأة الريفية في هيئة تطوير الغاب. أهلا وسهلا فيكي. تحكي لنا بشو مشاركين؟ شفت أكثر من جناح تقريبا أو من قسم، بشو مشاركين وشو أبرز المنتجات الموجودة؟ عندنا كتير منتجات مميزة بسعر التكلفة وجودي عالية، كلهم شغل نسائنا الريفيات القديرات. الكشك، عندنا الخضار المجففة، الباذنجان البامي، عندنا المخللات بأشكالها، مونة البيت، الوردة الدمشقية. طيب قد ايه مهم مثل هي المعارض لدعم السيدة الريفية والمنتجات اليدوية؟ المهم انه السيدات النساء الريفيات عندنا المنتجات كانت للأسرة، نحن بهالشيء عم نخليها تعطي دعم ودخل إضافي لأسرتها، غير انه المنتجات لاسرتها دعم ودخل اضافي للاسره الريفيه. بدي اتشكرك وموفقين. اهلا وسهلا فيكم. هلا، يعني عم نشوف منتجات متعدده، ومثل ما شفنا. ايوه تفضلي. يلا مشروع الصابون، يمكن الصابون هو من الشغلات كمان المتميزه. تعرفيني سوسن ظاهر، مهندسي سوسن ظاهر، رئيس دائره المشاريع بهيئه تطوير الغاب. الحقيقه كانت هي اول ورشه موجوده بالغاب وبعين الكروم. بدانا بالصفر بسطل صغيره بكيلو زيت، وبلشنا بورشه عمل اخذت ماركه تجاريه، وبلشنا نشوف شغل مثل ما كنتوا عم تشوفوا هون، نوع أول بزيت غار. حتى زيت الغار لقينا نحن ليش السعر 2500 هو مفروض يكون، يعني إذا بدي أشتري تجاريا مفروض يكون ب 4000 5000. هون أخذنا فكرة كيف تصنيع زيت الغار. تمام. طبعا في نحن الغابات موجودة حوالينا، أخذنا السمار الغار وبطريقة كتير بسيطة جرشة وغلية على النار، واستخلصنا زيت الغار واستخدمناه بصناعة الصابون. أنتجنا نوع أول من زيت الغار الكامل، النوع الثاني نسبة زيت غار أخف، النوع الثالث زيت زيتون من دون إضافة زيت الغار. هون ليش نحن عملنا الثلاث يعني أنواع؟ بشان نحقق ربط المستهلك. هون السعر اختلف، في عنا ناس ممكن يكون عندها إمكانية للشراء، يعني في مثل عرض أسعار وتحقيق للرغبات. طبعا الحفاظ على المنتجات البيئية، نحن من ضمن البيئة، يعني نحن الزيت الزيتون موجود عندنا،
عم نعصر نحن الزيتون، عم يطلع منا التفل، هذا التفل نحن اللي عم نصنع منه. الزيوت المستخدمة عم نعيد تدويرها، هون فكرة تدوير الأشياء كتير عم نركز عليها بعملنا. أتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك. شكرا لك. هلا يعني كمان نحن مستمرين بجولتنا لحتى نعرض معكم أكثر عدد ممكن من المنتجات الموجودة، وصلنا كمان لجزء كتير مهم، وما زال مجرد ما تشم ريحة التنور بيرجع لك هيك ذكريات البيئة الطبيعية، الأسرة، الريف. يسعد صباحك خالته، كيفك؟ حضرتك من مشروع الخبز العربي للسويدة، تعرفيني أكثر بجناح وشو عم تقدموا لكل اللي عم بيزوروا المعرض؟ أنا عندي خبز عربي قمح صافي من قمح السويدة بقشره، قمح مفيد كثير. أكيد أهمية مثل خلينا نقول هيك معرض لحتى نرجع شوي إحياء العادات والتقاليد والمنتجات الأساسية اللي موجودة كانت بكل بيت سوري ريفي، مثل ما عم نشوف. خلينا نحكي شوي كمان كيف عم بيكون الإقبال من السيدات ومن الناس اللي عم تيجي على هذا الجناح. كثير إقبال حلو عليه، كثير الناس حابة الخبز ومستطيلة، حتى مستهجنة الخبز، عم تشوف خبز كثير كثير حابين الخبز، في كثير إقبال عليه. الحمد لله. الله يعافيك يا رب. حيا الله فيكم. صبح على ست، سعد صباحك، كيفك؟ يعطيك العافية. يعني حضرتك المرحلة اللي بتسبق الخبز واللي هي مرحلة العجن، أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، أهلا فيكم. تحكي لنا شوي هيك عن تفاصيل صغيرة، هي كيف بتتم المواد والعجن، وخصوصا أنه هي العجينة متميزة، هذا الخبز التنور. أي أنا بعمل فطائر أي بكل أنواعها يعني. نعم. وبدي أتشكر أول شيء دائرة المرأة الريفية والمهندسات والمهندسة محسني خاصة اللي قائمة على هذا الموضوع، ونحن صلنا 11 سنة بالمرأة الريفية ومنتابع بكل معرض، والحمد لله ومرتاحين. الله يسلمك خليلي. شكرا لك. أهلا فيكم، تشرفونا. شكرا. مثل ما عم نشوف المعرض كتير فيه منتجات متنوعة من مواد غذائية لحرف يدوية وتقليدية، وأيضا منتجات غذائية بسيطة ولكن هي بتدل على خلينا نقول بيئتنا الريفية بكل محافظة سورية. بدي أشكركم، هيك كانت جولتنا لليوم، وأكيد رح يكون لنا جولات على مدار المعرض.